وسؤال ممكن كتير مننا ما يعرفش الإجابة، لكن التقرير اللي جاي هو اللي هيكون عنده الإجابة في لماذا يرتدي النادي الأهلي اللون الأحمر. هنعرف من التقرير التالي ونرجع نكمل مع حضراتكم. فانيلة الأهلي ولونها الأحمر الرائع لها قصص وحكايات كثيرة ومثيرة. كثيرون تحدثوا عن سر اختيار الأهلي للون الأحمر، لكن ما وصلنا هو ثلاث روايات. أصدقها هو أن الأهلي مستمد لونه الأحمر من علم بلاده ليكون نادي الوطني الأول في مصر. تعالوا نشوف حكاية الأهلي مع الفانيلا الحمراء واللون الأحمر. يرجع اختيار الزي الرسمي للنادي الأهلي إلى ثلاث روايات وفقا لقسم الوثائق النادرة في النادي الأهلي وكتاب الناقد الكبير حسن المستكاوي النادي الأهلي قلعة للبطولة والوطنية. الروايات هي: أنشئ الأهلي عام 1907، تم الاتفاق على لون التيشيرت في أول اجتماع رسمي في 8 من إبريل عام 1907. اختير اللون ليكون مستمدا من علم مصر العلم العثماني من عام 1882 إلى عام 1914. في رواية أخرى قيل إن لون قميص الأهلي استمد من لون الطربوش الذي كان يرتديه البشوات، فأخذ اللون كرمز للقمة لأن الطربوش كان يوضع على الرؤوس، وبعد ذلك ظهرت مقولة الأهلي فوق الجميع، هو شعار الأهلي التاريخي لتؤكد هذه النظرة. رواية ثالثة تقول إنه تم اختيار اللون الأحمر على أساس قومي، حيث نشأ الأهلي لخدمة طلبة المدارس العليا الذين كانوا الدعامة الأساسية للثورة ضد الاحتلال. فعندما سبق إنشاء النادي الأهلي نادي الجزيرة، وهو النادي الذي أسسه الإنجليز، اختار الجزيرة اللون الأخضر كرمز للسلام لتطبيع العلاقات بينهم وبين المصريين، فلم يجد الأهلي أمامه سوى اختيار اللون الأحمر للرد على الإنجليز، حيث معروف أن اللون الأحمر يرمز سياسيا وعسكريا الحد النهائي للأمر. الثورة هي إشارة إلى أن الاحتلال الإنجليزي يعيش أيامه الأخيرة في مصر. رغم هذه الروايات، تبقى الرواية الأولى هي الأقرب، وهي أن لون فانيلة الأهلي مستمد من علم مصر، وهو أكبر دليل على أن الأهلي منذ لحظة ميلاده عام 1907 هو نادي الوطني الأول في البلاد. عاش الأهلي وجمهوره، وبقيت فانيلته الحمراء فوق الجميع.